شوكولا سكر على البان ماري. هلا المفروض تكون شوكولا كلها دار. هي بس هون ترجع وزن حط جميع التنتين مع بعض. هاي السكر. أهم نقطة شباب البولة لازم ما تلامس المي. أوكي؟ البولة لازم ما تلامس المي بتحرق لي الشوكولا. فلازم يكون في عازل. أنا وقت اللي بنزلها برجع رد بشيل هون ما لها دقة مي. أوكي؟ على بخار هدول على البان ماري. حتى المي مدق؟ إيه مدق بالمي بتحرقها. إيه بس ما بكون ضروري بقى أحطها على الحديد يعني أحطها بزبدية طلع حرك شوي كل 30 ثانية طلع حرك برد برد. هيك لذيذ. بس أنا في معي بس ليدوبوا. حمام مائي بس ليدوبوا. هلا بس ليدوبوا باخذهم بحطهم بالعجانة بنزل فانيليا وبيض بعدين بنزل مواد جافة كثير سهلة البراونيز. بس أنا برد بس يجي منيح. نحط الويسك. الليمون. هلا انا اذا انا حطيتها دغري مباشره ما تركتها لتبرد فانا من اول شيء بنزلها على العجانه لتبرد. ثاني شيء انا عندي السكر بعده ما ذاب ما حطيته على البان ماري ما بدوب ما بدوب غير اعمل له خلطه بالويسك. اوكي هلا اعيارنا هون بنحط السكر بنحط البيض. سريع سريع ولا وسط خليها وسط حتى ما بس تطرش عليه. فانيليا هاي اللي هلا بدنا نضربها لحالها. بدنا بس بولة لحتى احط المواد الجافة مع بعض. هاي المواد الجافة لطحين الكاكاو البيكنج باودر الخميرة. الخميرة بتعطيها هشاشة. هلا المفروض الخميرة نحن عندنا بمطبخنا الغربي ما تفوت. هي شرقية أو بكري أو عجين يعني هي كل شيء عجين. بس هون بتعطيها للبراونيز تعطيها هشاشة هتطلع كاتمة على بعضها. اوكي هننزل بالبيض تمام. هون دفعة واحدة ما بيصير. ايه 10 دقايق. كم بيضة؟ كم بيضة؟ خمسة. مع فانيليا. كمان دفعة واحدة مواد جافة نبلش نحطهم. ما بدها خفف كثير متى ما كله أخذ بعضه خلص. خالصة. خالصة. ينصب كله على البراون كله على ورق زبدة. هي المفروض تاخذ فوق شوكليت شيبس وجوز. في اشخاص ما بيحبوا يحطوا لها لا شوكليت شيبس ولا جوز. تشتغل هيك بتشتغل هيك. الجوز الجوز اختياري. هلا دائما الاغلب مع البراونيز لازم يكون في جوز. بس اذا في ناس ما حساسيه فيني هبط يا جوز ما بعطيش او حساسيه للجبنه. لا هلا ليك اذا في نوع مكسرات بده ينزل لازم جوز. اذا في نوع مكسرات تمام على درجه حراره 180 درجه لمده 20 دقيقه. اي ما اعرف لانه انا بنزله بقلب الكيكه. براونيز ما بينضف لها. هلا البراونيز بتبقى مع سكوب موزه شوي شوي.